أجمل هذا الإشي اللي قدامي. والله يا أحمد إشي كتير أسطوري كتير خرافي. نعم يا سوسي. ترارارا شو هذا الصوت؟ شو هذا الصوت؟ في إشي بينكسر هون. وي أنا زعرور. إيه من وين طلعت؟ يا بابا أنت وماما بدكوا تشوفوا أشياء بدون ما أنا أعرفها. لا يا بابا هذا الإشي مستحيل. أوه يعني أنت إجيت عشان تشوف معانا الإشي الأسطوري؟ أكيد يا بابا طبعا أنا بدي أشارككم كل اللحظات الرائعة. يلا طيب يا زعرور الآن لازم تعرف شو موجود بالسوارة. أنا الآن رح أعرف. طيب يلا أتحداك تعرف. خليني أشوف. إيه هذا المنزل منزل مين؟ وهذا كمان منزل مين؟ وهذا كمان هي ماما بابا انا ما بعرف هذول المنازل لمين. هاي الكل بيعرف هاي المنازل لمين زي ما انت شايفين. هذا هو اول منزل انا بسكن فيه. اكيد ولا يا احمد انه منزل اسطوري. بابا يعني انت انولدت امك وابوك ولدوك في هذا المنزل؟ نعم هذا اول منزل انا سكنت فيه وعشت فيه، وهذا هو المنزل لما انا كبرت عشت في هذا المنزل. اوه المنزل رقم 3 اجمل منزل. يا بابا هذا المنزل رقم 3 لمين؟ وليش لونه وردي مثل هيك؟ والله انا يا بابا مستغرب كتير كتير. هي زعرو دور لا تستغرب يا حبيبي، الآن والدتك سوسي رح تخبرك هذا المنزل لمين. هذا المنزل يا زعرور أنا انولدت فيه وعشت كل طفولتي فيه، كنت ألعب مثلك فيه وكنت أشاكسة. والله جد يا ماما أنت بتحكي عن أمك وأبوك ولدوك في هذا المنزل الوردي. نعم يا زعرور، والآن أبوك رح يخبرك إيش أحمد أبوك أحمد سوى فيه. جد يا بابا شو سويت انت يا بابا؟ انا يا زعرور تزوجت والدتك. جد بتحكي يا بابا ولا انت بتتهبل؟ لا والله يا زعرور جد، والله هذا المنزل فيه ذكريات رائعة. تتذكري تحت الامطار يا سوسي؟ ولا يا احمد الكل لازم يعني المتابعين الاصليين هم بيتذكروا هاي الايام. نعم تقريبا من سنتين والله كان اجمل واروع يوم وانا الان بتذكره. مرحبا يا صديقتي. ايه احمد اهلا يا احمد اهلا. اجيت انا عشان اعطيكي هذا الاشي يا صديقتي. ايش هو ايش هو يا احمد يا صديقي؟ الاشي هو يا صديقتي هل تقبلين الزواج بي؟ يا سلام والله من اجمل الايام في حياتي. اول هذا الفيديو الاول من هاي القناة. طيب انا بدي اعرف كمان. يلا يا زعرور وهذا المنزل اللي انت انولدت فيه. اوه جد؟ نعم والله هذا المنزل رائع، واليوم كل المنازل راح نسترجع ذكرياتهم ونروح زيارة عليهم. اولي يا احمد وبعدين احنا الثلاث انتقلنا لهذا المنزل وبعدين احنا بنينا هذا المنزل. بابا بابا هذا المنزل الخاص بخاله جوجو بعمته رورو وبكمان ليلي. نعم يا زعرور اصلا هذا المنزل كان لنا ايام زمان واعطينا لجوجو هدية منا لجوجو. والله واو والله يا بابا تذكرت انا تذكرت. نعم وبعدين هذا المنزل وبعدين هذا المنزل واو وبعدين هذا بنينا كان منزل اسطوري. وكمان كان في هوني منزل بس تفجر. احنا الان رح نحط لكم لقطات من هذا المنزل شوفوا. انا بالداخل وهاي الواجهة ترارارا واو انظروا هذا المنزل
بصراحة هذا المنزل أجمل منزل بالعالم. يا سلام، ذكريات أسطورية. هذاك المنزل تدمر تدمير مش طبيعي وحاربنا الإسرائيليين فيه. والله يا بابا بتذكر. نعم، ولا أيام حلوة كتير. أكيد. وبعدين هذا المنزل الرائع، وأخيرا هذا المنزل اللي احنا عايشين فيه حاليا زي ما انت شايفين. يا بابا الان شو بدنا نسوي؟ يا زعرور، الان احنا رح نركب السيارة وننتقل من منزل لمنزل. بدنا نروح اول اشي على منزلنا الاول. اول منزل انا بنولد فيه، وبعدين رح اروح على المنزل اللي كبرت فيه، وبدنا نروح على منزل سوسي، وبدنا نروح على كثير منازل. احنا لازم نسترجع الذكريات. يلا يا بابا، يلا هيا بنا. اوه ممتاز ممتاز، شوفوا هاي عائلة احمد راحت، وانا الان بدخل على هذا المنزل وبسرقه بالكامل. يا سلام، رح اسرقه لكن الباب مغلق مغلق. خليني اشوف من هوني، الباب كمان هذا مغلق، كل اشي مغلق هون. لازم احاول انا اطلع من الشباك، انا بدي اطلع على هذا المنزل من فوق. خليني احاول اسوي زي هيك، اطلع من هون من هون. يا سلام، وبعدين من هون من هون. رائع جدا جدا. يلا يلا، لازم انا ادخل على هذا المنزل باسرع سرعة. زي هيك زي هيك. إيه؟ شو هذا الشيء؟ شكله مقر سري. يلا مش مهم مش مهم. اوه والله شكله مقر سري. شو هذا؟ اوه يا سلام، هاي نزلت انا هون. يا سلام، شوكولاتة احمد البطل، هذا شوكولاتة بالعالم. هاي هي النكهات. بنصح الجميع انه يشتري هاي الشوكولاتة الاسطورية والخرافية، لذيذة جدا والله أسطورية. يلا يلا بسرقها كمان شوي، بس بدي أسرق أنا أموال. وين غرف النوم؟ وين غرفة الأب والأم؟ لازم أنا أعرف بأسرع سرعة. هيا هيا هيا. أوه هيا الخزنة. يلا بدي أطلع، لكن الخزنة ثقيلة جدا جدا جدا. ويا سلام، هينا تقريبا وصلنا للمنزل اللي أنا انولدت فيه. ترارارا. يعني يا بابا اول منزل انت بتعيش في هذا المنزل؟ نعم يا زعرور. يا سلام على الذكريات، يا سلام على الايام الجميلة. واو، هاي هي سيارة ابوي القديمة شايفين. والله اشي فاخر من الاخر. واي هوني انا كنت اجلس اتابع التلفاز. والله يا بابا شكلها ايام حلوة كتير. اه والله يا زعرور، من اجمل الايام، وانا غرفتي كانت بالاعلى. ترارارا، هيني انا كنت انام هون، وامي وابوي كانوا يناموا في هذا المكان. يا سلام، والله اشي حلو كتير كتير. الان يا احمد وين المنزل التاني اللي انت كبرت فيه؟ اه والله يا بابا وين وين؟ هيو شايفينه هذا اللي قدام، هذا هو المنزل اللي انا كبرت فيه وصرت مراهق وصرت شاب. طيب يا بابا يلا خلينا نروح عليه. يلا طيب، هاي هذا المنزل الاول، خلينا نطلع منه. منزل اسطوري، اكتبوا لنا تحت بالتعليقات كم بتقيموه من 10. والله يا بابا هو صغير، انا بقيمه 6 من 10، وانا بقيمه 7 من 10. يلا طيب. والله ذكريات أسطورية. لو تعرفوا هون أمي وأبوي شو كانوا يسووا فيي. يا سلام، صباح الخير والنشاط، أنا أحمد المراهق. يا سلام يا سلام، والله أجواء جميلة جدا جدا جدا. بدي أنزل عند أبوي وعند أمي. لا لا لا، أوه مرحبا يا أمي. أهلا أهلا يا حبيبي يا حمودة. يلا يا حبيبي
شو بدك تسوي انت الان؟ بدي انا طيب ابويا. هي شو بتسوي انت؟ ليش هيك واقف؟ شو مالك؟ شو مالك يا ابوي؟ يعني ممكن انا الان يعني اروح والعب مع صديقي كوشنيط اللي هو يعني ابو كركور؟ هي اول اشي شو هذا اللي ورا ظهرك؟ ايه يا ابوي عصا، هذا ابو كوشنيط اللي هو يعني صديقي وضع العصا في ظهري انت شايف؟ اوه بدكم تضلكوا انتوا تتهبلوا مع بعض زي هيك؟ اقول لك والله لا اذبحك. اي 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 خلاص انا بدي اهرب، بدي اطلع فوق انا هذا البرج. والله مش عارف مثل الذيل تماما وضع لي صديقي كوشنيط، والله مش طبيعي. والله كوشنيط لا اذبحك ذبيح، تعال هو انت تعال، ولك والله لا اكسر راسك وضع لك ديل. اه ديل ابوي انا اسف، يلا لازم اني انا اهرب باي شكل من الاشكال، بس كيف انا مش عارف، خليني اسوي زي هيك. اي 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 لازم نهرب. تعال يا كلب، والله ما اخليك تهرب، والله بدك تفضحني انت، بدك تفضحني قدام العالم والناس، ولك والله لا خليك تندم. اه مثل هيك مثل هيك، هين طلعت انا هون. اه لا 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 تعال هون. اسف. واو ما اجمل هاي الذكريات، ذكريات مشاكسة. يعني يا بابا انت كنت مشاكس ايام زمان يعني؟ لا 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 كذاب. بتحكي لأبوك كذاب؟ لا لا ولا اشي، خلاص ولا اشي يا بابا. تعالوا تعالوا نتذكر احنا ايام زمان. واو في جاكوزي بالاسفل. هاي والله كنت انا متذكر. والله يوم جميل الطلاع يا احمد، وجدت انا هذا الخفاش، شكله لانه من زمان ما حدا داخل على هذا المنزل. نعم يا سوسي، يلا يلا تعالي تعالي معاي، خلاص وادعوا هذا المنزل، منزل اسطوري وجميل. اه والله يا بابا انا حبيته، يعني هذا المنزل اللي انت كبرت فيه. نعم يا زعرور، هي احمد وديه على المنزل تبعي انا ايام زمان. سوسي بعيد جدا جدا. وطيب يلا وين بدك توديه الان؟ الان انا بس بدي الف من هذا المكان زي هيك، خليني اطلع انا من هون. يا سلام والله متحمس اشوف المنزل. يلا زعرور الان انا رح اوديك على منزل اسطوري، المنزل هذا انت انولدت فيه. ترارارا هيو هذا المنزل. اي منزل يا بابا؟ لا انت بتتهبل. مقلب مقلب. يلا اركبوا. هاي تعال تعال احنا بنمزح، تعال. لا تمزح معي يا بابا، انا بعرف المنزل اللي انا انولدت فيه. ترارارا هيو هذا هو المنزل، شوفوا. ولك يا كلب، والله انت كلب مجنون. ولا يعني تعبتنا انت؟ نعم. واو هيو هذا هو المنزل اللي انا انولدت فيه. نعم يا زعرور، والله ايام جميلة جدا جدا، هذا المنزل من اجمل المنازل. طيب يا بابا المنزل اللي بعده وين؟ قريب جدا، تعال معاي، خليني انا الان افرجيك وين المنزل اللي انتقلنا من هذا المنزل عليه. تعال. وين وين رايح؟ ترارارا هيو هذا هو المنزل. والله تذكرت يا بابا تذكرته، اول ما تعرفت على كركور تعرفت عليه وانا في هذا المنزل. هي السرير تبعي، سرير اطفال. نعم زعرور كنت انت بيبي صغير كثير. ولا بتذكر ايام جميله جدا، ذكريات رائعه. والله يا ماما، يا بابا وماما بناموا هون، وهي كمان المطبخ. ايه وين المطبخ؟ هي كان المطبخ موجود هون يا زعرور، لكن رايح شكله في ناس عايشين في هذا المنزل. معقول؟ خلينا نطلع خلينا نطلع. والله يا بابا اطلع اطلع، بلاش يذبحونا ذبح. يلا يلا خلينا نرجع على السيارة. يلا يلا. يلا يلا يا دودو، الان بكل سرية تامة بدنا احنا نوطي صوتنا ونسرق المنزل هذا. يا سلام نسرق الشوكولاتة 100%. هاي انا معاي مفتاح، هذا المفتاح رح يساعدنا مثل هيك بكل سهولة.
هاي والله ايش فاخر من الاخر، ما معاي انا اي شوكولاته، هذه الشوكولاته يلا 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 انا سرقتها. رائع، يلا خلينا احنا الان نطلع من هنا. يا حرامي، اي 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 انقلع يا حرامي انقلع، ما بصير حرامي السرقة. والله حرامي السرقة، خلينا ارجع انا الخزنة الان على غرفة عم احمد. لا 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 لا، انتهيت من المهمة. يلا والان وصلنا على منزل سوسي، هذا المنزل اللي طلبت من سوسي الزواج ولبست الخاتم الأسطوري. شو انت انك يا بابا رومانسي. والله هذا ما بعرف انا المنزل، والله يا سوس مش متذكره. واو انا متذكريته يا احمد، انا تربيت فيه وانا كيفت فيه كتير كتير. اوه والله يا سوسي ايش كثير اسطوري، ايش كثير خرافي، والله منزل رائع جدا جدا. يلا على اللي بعده يا بابا. يلا المنزل، اي منزل الان؟ خلينا نروح. يلا يا زعرور الآن بدنا نروح على منزل الكل بيعرفه تقريبا، هو يعني مش زمان احنا انتقلنا منه. يلا طيب خلينا نروح نتذكر ايام زمان يا احمد. يلا يا سوسي هيني انا الآن انطلقت، وبعد قليل هذا ما حصل. يلا واحنا الآن وصلنا على منزل جوجو، هذا هو المنزل اللي كان انه بنينا بلوك بلوك. طيب يا بابا ليش انت اعطيت خاله جوجو هذا المنزل؟ زعرور خالك جوجو كان عنده منزل صغير، فقررت اني اهديه هذا المنزل الرائع، هذا المنزل الاسطوري. بس هي لا تطلع صوت، بلاش الان يسمعنا ويطلع يفكر في اي اشي. والله يا بابا هس هس، اولا ما بدنا بس احنا من نتذكر، والله انها ذكريات حلوة كتير كتير يا احمد. ولا انا حزينة، انا داري عند ماما. اوه هاي مجنونة، وانا بداري عند بابا. إيه صحيح انت بابا، والله انك مجنون مجنون انت يا زعرور. يلا وهذا هو المنزل اللي بعده يا حبيبي. يا سوسي راحت عند ابوها وعند امها، والله هاي مجنونة على الاخر. والله يلا انا وانت يا بابا من لفلف مع بعض. يلا يا زعرور الان احنا بدنا نسوي زي هيك ونروح على المنزل اللي بعده. ترارارا هيو، هذا هو المنزل الاسطوري والخرافي، والله هذا المنزل رائع جدا. بابا انا بدي اروح اسوي عليه حركتي المفضلة. اي حركة يا زعرور؟ الان انت يا بابا راح تشوف. بابا بابا يا حبيبي والله تذكرتها، والله حركتك المفضلة. والله يا بابا بابا يا سلام. وبعدين انت وين بتروح؟ هي انا الان بدي افرجيكم مقر سري، بس لا تخبروا بابا ابدا لانه هذا سر. وي ترارارا بدي اروح انا اتذكره، هذا اول مقر سري بسويه بحياتي، والله العظيم مقر سري اسطوري. والشو انه قديم قديم ورائع كتير كتير كتير. هي ماما بابا. هي ضربك احمد، رجع ضربك يا سوسي. لا لا يا بابا لا، انا حزينة. ليش يا حبيبتي؟ انا ذكرت ايام زمان وانا اشتقت لايام زمان، وانا حاسة حالي بوحدة كبيرة، صرت انا ختيارة. هي اذا انت ختيارة احنا ايش نحكي عن نفسنا يا بنتي، لساتك انت وردة يا حبيبتي يا سوس الوردة. والله يا بنتي شو مالك يا حبيبتي؟ يا ماما مش عارفة حاسة حالي كبيرة، انا بحبك يا بابا بحبك يا ماما. اوه يا سلام، خلص الان رح نشوف كل المنازل عن بعد. نعم الان دا اشوف جميع المنازل. ترارارا زي ما انت شايفين هذه هي المنازل، كل العالم موجودون. والان رح احكي لكم باي منازل انا عشت. وانا كمان يا بابا لا تنساني، مش ناسيك
يا زعرورة. المهم احنا حكينا انه رحنا على هذا المنزل زي ما انت شايفين، وبعدين احنا انتقلنا الى هذا المنزل الرائع، تتذكروا ولا لا؟ والله يا بابا بتذكروا، كان في درجين يا بابا، شوفوا هاي فيوني، درج على اليمين ودرج على اليسار. نعم يا زعرورة، وبعدين احنا انتقلنا على المنزل اللي امام منزل خالك جوجو. هاي منزل خالك جوجو، وهاي منزلنا القديم. والله يا بابا عائلة كوكو على ما اتوقع الان عايشين فيه. نعم، وبعدين احنا انتقلنا الى منزلنا الاسطوري والخرافي يا زعرور. يا بابا هيا موجود هون على هذا الاتجاه يا بابا. نعم يا زعرور، واحنا سعيدين جدا جدا، وانا فخور في منازلي، وانا كمان يا بابا. وي يلا استناني وي.